الرحيم. نيجي لثاني فيديو في هاي السلسلة اللي هو راح نحكي عنه، ندخل شوي أكثر في الكاش ميموري بعد ما عرفنا الإطار العام، ونشوف السيت أسوشيتيف أو نشوف الدايركت ماب اللي هي طريقة تمثيل البيانات جوا الكاش ميموري. فخلينا نرجع نتذكر بس إيش آخر إشي وصلنا له. آخر إشي وصلنا إنه كلنا عشان السي بي يو جدا سريع، وعشان الميموري بطيئة، فحطينا إشي وسط بينها يكون كثير قريب على سرعة السي بي يو، فبالتالي أستغل السرعة الكبيرة في السي بي يو، فبتصير تنتج نواتج instructions أكثر من إني أستنى instructions كل واحدة يعني أستناها بما تيجي من الميموري. تمام؟ فهي الكاش باختصار، يعني هاي مثلا الأحجام تكون 4 جيجا بايت، الكاش تكون في الكيلو بايت عشان تكون الوصول لها سريع جدا. تمام؟ فطيب كيف بده يصير تمشي العملية؟ احنا كنا عندي برنامج أول ما حط ران بتحمل على المين ميموري. طيب السي بي يو بكون عنده زي اي بي instruction pointer اللي شفتوه في الاسمبلي، اللي هو بيكون يأشر على next instruction اللي بدي اياها. تمام؟ فهو بيطلب مثلا بدي instruction 100. اول اشي نكمل بس معلومة بسرعة، في اشي اسمه virtual address وفي اشي اسمه physical address. الفرق بينهم باختصار virtual address اللي هو بيشبه الاي بي، هاي بدل على سير يعني ترتيب الانستركشنز، مثلا اد وصاب وهيك، هاي رقمها 1، هاي رقمها 2، هاي رقمها 3، هذا الرقم اسمه virtual address. بس وين مخزن الاد؟ في المين ميموري او في الكاش. وين مخزن الادرس الفعلي لها، يعني اذا الدروع على هذا الادرس طولها اسمه physical address. فاللوجيكال ادرس باختصار او فيرتشوال او لوجيكال نفس المعنى، اللي هو بدل على ان يعني ترتيب الانستركشنز في الكود، ترتيب المنطقي اللي لهن، يعني كيف بدهن يمشين 1 2 3 4. اما الفيزيكال ادرس اني بدي هاي الانستركشن كيف اجيبها، كنا نجيبها عن طريق نقول CS ضرب 10 زائد اي بي في الاسمبلي لكل بروسيسر بيختلف، بس يعني فرضا هيك. ففي طريقة نحول virtual address هاي اللي لها خاص بالsequencing تاع الكود لا physical address لا memory اروح اجيبها منها. تمام؟ فهي باختصار هاي من الاشياء اللي كتير مهمة برضه، فنمحى هاي الاشياء بسرعة ونرجع. كلنا حملنا الكود، حملنا الكود مثلا بدي address 100. اول شيء الادرس 100 لوجيكال ادرس او فيرتشوال ادرس بدي احولها لفيزيكال ادرس عشان اصير اتعامل مع، لاني صرت اتعامل مع ميموري، الميموري والكاش فيزيكال ادرس. فحولته مثلا صار 1000 فرضا. الطريقه كالتالي، بروح اول شيء بسال هل موجود هذا الادرس، هل هو موجود في الكاش، يعني الشيء اللي انا بدي اياه هل هو موجود في الكاش. لو كان موجود في الكاش بجيبه. كم يعرف اذا بدي اعرف انه موجود او لا؟ كيف يعني الطريقه بنشوف. اذا كان موجود بنجيبه على طول، ما كانش موجود في الكاش بدي اضطر، بما ان البرنامج نفسه اصلا محمل على المين ميموري فلازم الاقيه في المين ميموري، فبدي اروح بعدها اقطع شوط على المين ميموري واجيب الانستراكشن. هاي بجيب الانستراكشن وين؟ على الكاش. هاي الاد صارت في الكاش وباخذها من الكاش. طب شو الفائده، يعني شو اللي استفدت؟ ما هي رحت على الميموري. اللي استفدت اني لو وجدت كمان مره اد شو راح يجيب؟ راح يجي يسال هل عندي الكاش الاد؟ خلص بجيبهم بسرعه الكاش اللي هي سريعه جدا، اللي هي تقريبا 10 نانو سكند، هذا التايم اللي بدي اجيب فيه الانستركشن، مش مثل 1 مايكرو في فرق 100 مره. تمام؟ فبعدها لو صارت الاد تتكرر ما دامها موجوده في الكاش بصير اجيبها بسرعه الكاش، الا اذا ما لقيتهاش في الكاش بنجيبها بسرعه الميموري. لو لقيت الاشي في الكاش بنسمي الاشي هيت، اني لقيتها في الكاش. لو رحت على المين ميموري بنسميه مس. تمام؟ فهي مصطلحين جداد، الهيت والمس كل واحدة شو معناها.
هيت معناها لقيتها بالكاش، ومس معناها ما لقيتها بالكاش بدي اضطر اعملها العمله. تمام، هاي آلية العمل بشكل عام. هلا نروح على الترتيب، يعني اني يوم رحت على الكاش قلت موجوده ولا لا، طب كيف على اساس بدي اشوف موجوده ولا لا؟ ففي عده طرق اصلا بخزن فيها المعلومات جوا الكاش. اول طريقه اللي هي ال دايركت ماب، الدايركت ماب بتقسم، مش هاي موجودة الكاش، في كل خلية جوا الكاش أو وورد أو البنية بتكون مقسمة كالتالي. بنكون أول شيء مقسمينها هان شيء اسمه أوفست، كيف نشوف هذا شو معناها، وهاي بلوك أدرس، وهاي اسمها تاج. شو قصة هذا الستركتشر؟ أول إشي بدنا نعرف إن في إشي اسمه بلوك. إيش هو البلوك؟ لما قبل شوي كنا نجيب مثلا الأد، تمام؟ رحنا شوط على الميموري وجبنا الأد، ولو بيت بعدها كان في الكود صار بدي ارد، مش موجودة في الكاش مش راح لك اياها، بدي اروح شوط على الميموري واجيب الصب. طب بدل ما اروح شوطين، انا عادة الكود بيكون بتنفذ بشكل متتالي الا اذا كان في برانش يرد يرجع، بس عادة يعني في معظم الحالات بيكون بشكل متتالي. فانا رايح على الميموري، مش راح اجيب بس الاد، راح اجيب الاد وجيرانه، يعني راح اجيب مثلا 5 instructions او 4 instructions او هيك. فلو مثلا جبت 4 instructions، هذول الأربعة مع بعض بطل اسمهن instructions، صار اسمهن block. فالبلوك هو عبارة عن مجموعة instructions جبتها مرة واحدة، لأني رايح على الميموري، وكأن الميموري مشوار لرام الله مثلا، رايح على رام الله، بجيب مجموعة جميع شيء بيلزمني، بدل ما أرد يوم يلزمني أخرج شغلة ثانية أرد أقطع مشوار على رام الله، وهذا شيء يعني كاقتصاديا كارثة. تمام، فهي خلصنا. فالبلوك عرفنا شو معناه، وعرفنا شو مع الاوفست. الاوفست مثلا لو بدي الانستركشن اسمها سب جوا هذا البلوك، يعني كيف بدي اعرف انستركشن في جوا البلوك، فحطينا الاوفست. مثلا لو كانت في هذه الحاله 2 بيت، 00 معناها بدي الاد، 01 معناها بدي السب، وهي بصير طول اي انستركشن بدي اياها من جوا البلوك الواحد. تمام، هي عرفنا هاي، وعرفنا البلوك ادرس. البلوك ادرس بكل اي بلوك، لانها هو الكاش هو عباره بتصير عن مجموعه بلوكس، فبدي اي بلوك منهن بس بروح بحط الادرس. مثلا في هاي كانت 4، مثلا 00 معناها هذا البلوك اللي هو بكون في مجموعه انستركشن، 01 معناها ثاني بلوك بكون في مجموعه انستركشنز، وهيك. تمام، واخر شيء اللي هو التاج. التاج بما اني يعني انا راح اخزن مثلا جميعها، يعني هذه جميعها تتخزنها، تمام، الانستركشنز كامل، انستركشن كامل، ظل بعد ما حطيت هذول ظل مجموعه بيتس، شو اساوي فيهم؟ فحطيتهم جميعا سميتهم تاج. تاج راح يلزم لقدام في شيء ثاني، يعني راح يلزم في الست اسوشيت اكثر من الدايركت ماب، بس مبدئيا بدنا نعرف انك برضه في شيء اسمه تاج، بصير يميز مثلا لو برنامجين شغالات، بصير من خلال التاك اعرف اي برنامج منهم، يعني هل هو هذا البلوك لبرنامجي ولا لبرنامج ثاني من خلال التاك، وبنشوفها يعني بالتفصيل لقدام، مش ما ذكركم منها. تمام، هاي عرفنا ايش الاستراكشر الاساسي للدايركت ماب، كيف اطول اي واحدة منها. تمام، اي انستراكشن بدي اياها. ف طبعا هذا جميعا هذا جميعا يكون اسمه هذا، يعني هذا التقسيم جميعا بتاع الفيزيكال ادرس. عشان طلبت اي بي، الاي بي حولت ضربت في سي اس ضرب 10 طلع فيزيكال ادرس. الفيزيكال ادرس هي مقسم اوفست، بلوك ادرس، وتاج. فمن خلال هذول الشغلات بصير اروح على الكاش واعرف اي واحد فيهم، اي بلوك فيهم، وبعدها اي instruction جوا البلوك.
فأول ما أوصل للإنستركشن بقارن هل هو التاج نفس التاج المخزن. إذا نفس التاج بأخذ إنستركشن هيد، إذا مش نفس التاج معناها مس. وراح نشوف يعني ما تقلقوا من هذا الإشي، لأنه نشوف في أسئلة كاملة إن كيف نعمل هذه العملية، مش الكونسبت يكون وصل بس. تمام؟ هاي الفكرة العامة من الدايركت ماب. بس ظل أفرجيكم إشي، طبعا نتفق إن المين ميموري مقسمة لبلوكس وإن الكاش مقسمة لبلوكس. تمام؟ كل واحد عدد البلوكس بيختلف لأن حجمها مختلف. تمام؟ فهي لازم نكون متفقين عليه. ظل إشي واحد بس لازم أفرجيكم إياه، اللي هو الإشي اللي مش كابل يفتح. في كانت صورة هاي، هاي الصورة بتقول لي دايركت ماب كيف بيشتغل. إن هاي المين ميموري، أو خلينا نستخدم هاي المين ميموري، فيها مجموعة بلوكس. تمام؟ كل بلوك، مش كلنا بننقل دائما إذا نلاقيها ميس بننقلها من المين ميموري، بننقلها على الكاش وبعدها السي بي يو بأخذها من الكاش. طيب في أي مكان أحطها في الكاش، يعني البلوك اللي جبته من المين ميموري في أي مكان أحطها في الكاش، في أي إندكس 0 1 2 3، في أي بلوك أدرس، يعني إندكس هون بلوك أدرس. فعشان أعرف في أي بلوك أدرس، الدايركت ماب بتقول لي إن كل بلوك في المين ميموري بس فيه لمكان واحد في الكاش، فقط مكان واحد. هذه فكرة الدايركت ماب، يعني الدايركت ماب بس بتقول لي كل مكان في المين ميموري كل بلوك فيه لبس مكان واحد في الكاش. طب شو هذا المكان؟ إيه هذا المكان؟ بس هو عبارة عن موديولس. يعني مثلا أنا عندي أربع، السايز هذا كم؟ أربعة صح؟ عدد البلوكس. وهذا فرضا يعني مكمل، مش مشكلة. نيجي بناخذ الاندكس هذا 0 موديولس 4 كان بيساوي 0، معناها هاي مكان، هاي السهم جايها واحد برضو مكانه واحد، اثنين برضو مكانه اثنين، ثلاثة ثلاثة. طيب أربعة، أربعة موديولس أربعة بيساوي زيرو، فالأربعة مكانها زيرو. الخمسة موديولس أربعة بتساوي واحد، فالخمسة مكانها واحد. فبتلاحظوا إن كل بلوك في الميموري بس مكان واحد في الكاش. تمام؟ وهذا بعطي الإشي سرعة، يعني كسرعة الدايركت ماب من أسرع الطرق التمثيل. تمام؟ تفكير؟ فهذا هو باختصار دايركت ماب. طبعا لقدام راح نشوف امثله رقميه، يعني ما تقلقوا بالمره. ففي المره الجايه الفيديو الجاي راح نشوف الست اسوشيتيف كيف تشتغل. اذا فهمتوا الاساسيات شو معنى بلوك وكيف انها الميموري مقسمه للبلوكس، وان بس وظيفتي ان البلوك اللي الكيتا ما لقيتش بالكاش الكيتا في الميموري في اي مكان احطه في الكاش، بس هي هذا بتصير تختلف دايركت ماب الموديولس والست اسوشيتيف بتصير تختلف شوي. تمام؟ فهي الفكرة، وان شاء الله تكون وصلت. تمام؟ وفي الفيديو الجاي نشوف الست اسوشيتيف ان شاء الله. اعطيكم الف عافية.